السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، واش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل مليح. اليوم غادي نديرو موضوع في مادة العلوم الطبيعة والحياة، اختبار الفصل الأول للسنة الأولى متوسط. قبل ما نبدأ ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، هكذا باش يوصلكم كامل الفيديوهات اللي نديروهم. فنبدأ بسم الله. الوضعية الأولى، لغرض التعرف على الاحتياجات الضرورية لنمو النبات الأخضر، قام أحد التلاميذ بإنجاز تجارب الموضحة أدناه وعرضها للضوء، وبعد عدة أيام اندهش لما لاحظه على النبات في كل أصيص. أصيص معناتها ليبو، هادو منها هذه مش معناتها أصيص. قلت لكم دائما كي نقراو هادي سطر ولا غير سطورة الولا اللي نفهموا منهم بزاف صوالح، نقدروا نديروا منهم بزاف إجابات أو نحلوا على الأقل. فهنا يشوفوا واش قالوا لنا، لغرض التعرف على الاحتياجات الضروريه لنمو النبات، معناتها هنايا واش غادي نديروا كاع في هذه التجربه باش نستخلصوا الاحتياجات الضروريه لنمو النبات الاخضر. قام احد التلاميذ بانجاز التجارب الموضحه ادناه وعرضها للضوء، معناتها عرضها للضوء، معناتها الضوء ضروري لنمو النبات. شوفوا هنا ديجا عندنا إجابة من الإجابات اللي غادي نحطوها كي نجو نجاوبو على واحدة من الأسئلة اللي عندنا. ودوك تشوفوا هاد الفقرة ما يعطوها لكمش غير هكا، بعد عدة أيام اندهش لما لاحظه على النبات في كل أصيص. نروح نشوفوا التجربة واش داروا. هيا لا، هادو لي بو كامل، هادو قال لك أصيص سموهم، هادو عندنا خمسة، في خمسة درنا عليهم تجربة معينة، يعني نقصنا لهم حاجة من العناصر الضرورية لنمو النبات. بعد هنا واش نديرو؟ احنا خصنا نلاحظو. قال لك الأولى، حدد النتائج التجريبية الملاحظات التي لاحظها التلميذ على النبات في كل أصيص بعد مدة معينة من إنجاز التجربة. شوفوا في التجربة الأولى واش درنا؟ تربة جافة بها أملاح معدنية، يعني عطينا للنبات أملاح معدنية، بصح عطينا له تربة جافة، معناتها ما عندناش الماء هنايا. تربة جافة واش صرا للنبات؟ ذبول وموت النبات. هذه التجربة الأولى. التجربة الثانية، استقي بماء مقطر، ماء مقطر معناتها عندنا الماء بصح الأملاح المعدنية ما عندناش، نبات واش صرا له؟ ذبول وموت النبات. هاي الملاحظة الثانية. ثالثة، استقي بمحلول معدني متوازن، يعني عرضناه للضوء ودرنا له محلول معدني متوازن، معناتها عنده ماء وأملاح معدنية كافية، واش صرا للنبات؟ نمو جيد للنبات، عندو كاع العناصر الضرورية هنايا. التجربة الرابعة، استقي بمحلول معدني عالي التركيز، معنتها عطينا له ماء، عطينا له أملاح معدنية، عطينا له ضوء، ولكن التركيز تاع المحلول المعدني كان جدا عالي، وحنا نعرفو بلي لازم التركيز يكون متوازن، يكون كافي لنمو النبات، فهنا التركيز كان جدا عالي وبالتالي ذبول وموت النبات. هنا تاني. خامسا، واش درنا؟ السقي بمحلول معدني متوازن، سقيناها بمحلول معدني متوازن، يعني هنايا ما كان حتى مشكل، بصح هنا درنا له غطاء زجاجي، وهنايا واش صرا؟ تعكر ماء الكلس. علاه يتعكر ماء الكلس؟ شو سبب تعكر ماء الكلس؟ لانه يثبت لنا السي او 2، يعني هو يثبت السي او 2، كي يثبت السي او 2 يتعكر ماء الكلس. فهنايا تسمى النبات يحتاج سي او 2، النبات يحتاج سي او 2 ولا لا؟ يحتاج سي او 2، ما لقاش ماء الكلس هو اللي داه، هو ثبته، وبالتالي واش يصرى؟ ذبول وموت النبات. فهنايا الملاحظات كيقولوا لكم، يعني يعطونا ملاحظات، الملاحظه دائما هي احنا واش نشوفوا هنايا، ذبول ولا نمو، يعني يا يكون عندنا ذبول وموت يا يكون عندنا نمو جيد للنبات، هادو هما الملاحظات. فهنايا على حسب العناصر اللي راهم يعطوهمنا على حسب ما نجاوبوا. فالملاحظه برك واش نلاحظوا؟ التفسير نجاوبوا على لماذا، لماذا لاحظنا هذه الملاحظه، لماذا نمو النبات، لماذا ذبول النبات. هذا هو الفرق بين التفسير والملاحظه، ما تخلطوش. فهنايا بسم الله نبداو نجاوبوا، يعني نقولوا الملاحظات، اكيد غادي نجو من الاولى، من التجربه الاولى للتجربه الخامسه ونقولوا واش نلاحظوا. التجربه الاولى قلنا تربة جافة بها ماء وأملاح معدنية، بها أملاح معدنية عفوا، ثم تربة جافة يعني هنا راه نقصنا الماء، بالتالي ذبول وموت
النبات. 2، السقي بماء مقطر، واش قلنا؟ ذبول وموت النبات. 3، عندنا السقي بمحلول معدني متوازن، هنا يعني نمو جيد للنبات. 4، عندنا السقي بمحلول معدني عالي التركيز، هنا يا تانيك قلنا ذبول وموت النبات. 5، تانيك السقي بمحلول معدني متوازن، ولكن قلنا CO2 ده ماء تعكر ماء الكيس، وبالتالي ثبت CO2، وبالتالي النبات ما استخدمش CO2، هو يحتاج CO2 في عملية التركيب الضوئي، وبالتالي ذبول وموت النبات. من بعد واش قالوا لنا؟ قالوا لنا فسر هذه النتائج التجريبية. هنا واش خصنا نقولوا؟ لماذا هنا؟ لماذا ذبول؟ هنا لماذا نمو جيد؟ روحوا تانيك التفسير. 2، التفسير، ونبداو تانيك التجربة الأولى، نفسروا التجربة الأولى. علاش هذا النبات ذبول؟ تربة جافة، تربة جافة معناتها ما فيهاش الماء، حنا نقولوا لعدم توفر الماء، لعدم توفر الماء. 2، السقي بماء مقطر، معناتها واش راه ناقصنا هنايا؟ ماء مقطر، معناتها مكاش ماء واملاح معدنيه، تسمى نقولوا لعدم توفر الاملاح المعدنيه. راكم تشوفوا باللي التفسير والملاحظه هما اسهل ما يكون. برك نشوفوا واش راه ناقصنا. السقي بمحلول معدني متوازن، هنايا علاه نبت؟ لاخاطش عندنا ضوء، عندنا العناصر الضروريه لنمو النبات. حنا نشوفوا واش قلنا؟ الاحتياجات لغرض التعرف على الاحتياجات الضروريه لنمو النبات الاخضر. فهنايا لتوفر الاحتياجات الضروريه لنمو النبات. بكل بساطة ادينا الجواب منه، يعني عندنا كامل العناصر الضرورية، عندنا ضوء، وعندنا ماء، وعندنا أملاح معدنية بتركيز متوازن، وبالتالي نمو جيد للنبات. هنايا الساقي بمحلول معدني عالي التركيز، هنايا يعني 4، لكثرة الأملاح المعدنية، أو لأن التركيز المحلول المعدني عالي، نفس الشيء. 5، هنا علاش؟ هنا قلنا لأن ماء الكلس ثبت، هذه اللي تحفظوها باللي رائق الكلس يثبت CO2، لأن ماء الكلس ثبت CO2 الضروري لنمو النبات. ماذا قلنا؟ استخلص العناصر الضرورية لنمو النبات الأخضر. هذه التجربة كاملة باش نستخلصوا الاحتياجات الضرورية لنمو النبات، أو العناصر الضرورية لنمو النبات. هنايا على حساب كامل التجارب واش نستنتجوا؟ العناصر الضرورية لنمو النبات، أحد العناصر هما طاوهن هكا على طبق من فضة، هاولا الضوء. من بعد واش خصنا تانيك من التجربة الأولى؟ شو كان ناقصنا؟ الماء. على هذب النبات لأنه كان ناقصنا ماء، وبالتالي الماء. وهنا في هذه التجربة شو كان ناقصنا؟ السقي بماء مقطر، واش كان ناقصنا؟ أملاح معدنية، الماء، الأملاح المعدنية. نكونوا مركزين في التجارب. هنا يعطاو له أملاح معدنية، ولكن رغم هذيك ذبول النبات، يعني لازم نشوفوا كامل التجارب باش ندو منه العناصر الضرورية. شوفوا هنايا لأنه كان عالي التركيز، وبالتالي هنا لازم نضيفوا أنه الأملاح المعدنية بتركيز متوازن، لازم نجاوبوا بهذه الطريقة. وهكا نكونوا كملنا الوضعية الأولى بكل بساطة. نروحوا نقراو الوضعية الثانية. الوضعية الثانية غادي نهضروا فيها على الماكلة، فنبداو بسم الله. الوضعية الثانية، تتكون عائلة من أب
يعمل بناء عند أحد الخواص وزوجته حامل في شهرها السادس وابنهما المراهق وجد متقاعد كبير السن. تقوم الزوجة دائما بإعداد الوجبات الغذائية لكنها تلقى معارضة من طرف الابن حول عدم تساوي كمية ونوعية الأغذية مع أبيه. إحنا دائما جزائريين نعطوا القسم الكبير من الحمولة للأب، صح ولا لا؟ صح صح، ماشي هذه اللي أنا هنروح ليها هنا. قالوا لنا أولا حدد نوع الراتب الذي يعطى لكل فرد من أفراد هذه العائلة. هذه لازم جاوبوا عليها. إذا رحتوا شفتوا كامل المواضيع اللي درتهم في الفرد فلازم هذه تجاوبوا عليها بكل بساطة. احنا وش قلنا؟ الراتب الغذائي شيء أنواع تاعه أربعة، شوفوا مليح أربعة. مش عنا الأولى راتب العمل، يعني للشخص العامل. عنا راتب الإنتاج للشخص، للمرأة الحامل أو المرأة المرضع. وعنا راتب النمو للأطفال والمراهقين. وعنا راتب الصيانة للشخص المرتاح، يعني شخص كبير في السن متقاعد، شخص لا يعمل، يعني راتب الصيانة. فعنا أربعة هدو اللي نحفظهم. فهنا يخصنا هدو أربعة كل واحدة ننسبوها لفرد من أفراد العائلة. نجو نكملوا الجواب في هذه الورقة، قلنا هذا شوية لا للتبذير. نجاوبوا هنا الأولى، قالوا لنا نبدأ أب عامل، يعني الأب البناء. هنا نكتبوا الأب العامل، هنا يخصو راتب العمل. أم بعد عنا الزوجة الحامل، الزوجة الحامل وش خصها؟ راتب الإنتاج. من بعدها وش عنا؟ عنا الابن المراهق. ابن المراهق قلنا وش يخصه؟ الابن المراهق خصه راتب النمو. وعنا جد متقاعد كبير السن، معناتها حركته خفيفة. جد متقاعد كبير السن يحتاج لراتب الصيانة. بعد راتب الصيانة هنا حددنا نوع الراتب لكل فرد. بعد قلنا نفسر للابن سبب الاختلاف في كمية ونوعية الغذاء بينه وبين أبيه. بصح هنا يعطونا سند، غادي نشوفوا هذا السند واش فيه. ماشي سند، وثيقة. غادي نشوفوا هذه الوثيقة واش فيها. قلنا الراتب الغذائي لشخص يقوم بنشاط مكثف كالبناء 853 غرام منها، ما باليش هذه منها 680 غرام جلوسيدات. يعني 853 غرام منها 680 غرام، معناته يحتاج كمية كبيرة من الجلوسيدات. أما بعد قلنا يحتاج المراهقون إلى زيادة في البروتينات لأسباب كثيرة أهمها بناء ونمو الجسم وتعزيز صحة الجلد والشعر. معناتها المراهق واش يحتاج؟ بروتينات. والعامل البناء واش يحتاج؟ جلوسيدات. ما عندها بشي كما نديرو حنايا نعطوها الحم، نعطو الحم للأب. الله هو الحم يديه الابن، معليش. من بعد عنا الطاقة الضرورية اليومية لرجل كثير النشاط تصل إلى 4000 حريرة. معناتها 4000 حريرة، والمراهق واش يحتاج؟ 2900 حريرة. معناتها الجواب راهو هنا في هاد الوثيقة، غادي نجيبوها غير منه. معناتها غادي نقولو من الوثيقة كيفاش نجاوبو على السؤال الثاني. غادي نقولو من الوثيقة ومكتسبات القبلية. فوالا تشوفو هنايا نفسر لكم واش قرينا. هادي برك قرينا، خصنا نحلو ونفسرو واش قرينا. شوف الراتب الغذائي لشخص يقوم بنشاط مكثف، معنتها الأب، هذا الأب انه بناء، واش يحتاج؟ 680 غرام جلوسيدات، يعني ليبات، الرز، الكسرة، هذه يحتاج منها بزاف لخاطش هي اللي دير النشاط. المراهق واش يحتاج؟ يحتاج بروتينات بزاف. معناتها الأب يحتاج جلوسيدات والابن يحتاج بروتينات، معناتها ماشي نفس الراتب. الطاقة الضرورية اليومية لرجل كثير النشاط، معناتها الطاقة 4000 حريرة والابن 2900 حريرة، يعني بزاف أقل من واش يحتاج الرجل النشيط. معناتها اللي قال الاب ياكل اكثر من الاب هنايا، مع
معناتها الاب ياكل لقي ياكل اكثر من الابن، والابن لقي ياكل اكثر بروتينات، والاب لقي ياكل اكثر جلوسيدات، وبالتالي هذا يسبب اختلاف في نوع الراتب اللي يديه كل واحد، واختلاف في الكميه تانيك. الكميه السبب قلنا هذا يحتاج 4000 حريره، وهذا يحتاج 2900 حريره. فوالا رانا حللنا وفسرنا الوثيقه وجبنا الجواب. لقنا نركزوا على كل كلمة يقولوها لنا هنا، يقولوا نفسر للابن سبب الاختلاف في كمية، يعني خصنا نفسروا على هالكمية مختلفة. الكمية مختلفة قلنا هذا راجع للسعرات الحرارية اللي يحتاجها كل واحد فيهم، والنوعية علاش النوعية قلنا هذا راجع لأنه الأب يحتاج جلوسيدات أكثر والابن يحتاج بروتينات أكثر. هذا مكان برك خصنا نركزوا في كل كلمة يعطوها لنا. نبدأ نجاوبه. سبب الاختلاف في الكمية لأن الابن يحتاج إلى 2900 حريرة، أما الأب فيحتاج إلى 4000 حريرة. هذا هو السبب، يعني سبب الاختلاف في الكمية. بعد نجو سبب الاختلاف في النوعية، علاش لازم تختلف تانيك النوعية؟ لأن الابن يحتاج إلى بروتينات للنمو الجيد، بينما الأب يحتاج إلى جلوسيدات للطاقة. جلوسيدات تنفعنا للطاقة، والبروتينات تنفعنا للنمو العضلات والنمو الجيد للجسم بشكل عام. فهذا هو الجواب. بعد قلنا استخلص خاصيتين يجب أن يتميز بهم الراتب الغذائي لهذه العائلة، مش غير لهذه العائلة، يعني خاصية الرواتب، خصائص الرواتب لازم لكل العوائل. فهنا قلنا برك زوج، هنا يعني أكثر من زوج، ولكن هنا غادي نذكره فقط اثنين. غادي نقوله كامل، مش نجاوب هنا كامل ومتنوع، كامل ومتنوع، منتظم ومتوازن. ولكن هنا قلنا نذكروا فقط اثنين، ذكرنا اثنين. من بعد نروحوا للوضعية الإدماجية. شوفوا الوضعية الإدماجية، ما نزيدش نقبل شي واحد فيكم يقول بلي أنا نكره الوضعية الإدماجية، ولا الوضعية الإدماجية هي الصعيبة في العلوم الطبيعية، لأن الوضعية الإدماجية هي السهلة، لخاطرش يعطوكم كل شي، يعطوكم السند فيه معلومات، يعطوكم الوثائق فيها معلومات، ما تحتاجوش اصلا مكتسبات قبليه باش تجاوبوا على الوضعيه الادماجيه. فدوك نوري لكم كيفاش. نبداو اول حاجه نقراوها، نقراوها بتمعن. لاحظ طبيب وحده الكشف والمتابعه المدرسيه الحالات الجسميه التاليه على 3 تلاميذ: سمير جسم هزيل وعضلات ضعيفه، عادل جسم بدين صعوبة في الحركة، أحمد نشيط وجسمه رشيق. هنا واش عطاونا في الجدول؟ عطاونا هذه الحالات. واش عطاونا؟ تناول الوجبات الغذائية الرئيسية، تناول الأغذية بين الوجبات، ممارسة الرياضة، الإدمان على استعمال الحاسوب. يعني هنا يعني دخلنا الإدمان على استعمال الحاسوب، معناتها واحد كي يقعد بزاف الحاسوب معناتها موش يتحرك، يعني قلت الحركة، هذه في بلاصة قلت الحركة. كمية السكريات والدسم المتناولة، كمية البروتينات المتناولة. وعطاونا سمير، عادل، أحمد. يعني علاه سمير جسم هزيل وعضلات ضعيفة، علاه عادل جسم بدين صعوبة في الحركة، وعلاه أحمد نشيط وجسمه رشيق. نروح نشوف واش عطاونا التعليمات. انطلاقا من السياق واعتمادا على السندات ومكتسباتك القبلية، بين 3 سلوكات غذائية سمحت لأحمد بالحفاظ على صحة جيدة. يعني واش دار أحمد، ها هو الأحمد الطفل النشيط وجسمه رشيق، واش دار خلاه يتمتع
بالنشاط وبجسم رشيق. روحوا نشوفوا أحمد. هلا وشتر، تناول الوجبات الغذائية. شوفوا أحمد يتناول الوجبات الغذائية الرئيسية، نعم. تناول الأغذية بين الوجبات، لا، معناته الغذاء تاعه منتظم، يأكل فقط عند الوجبات، ما يأكلش بين الوجبات، معناتها الراتب الغذائي تاعه منتظم. ممارسة الرياضة، نعم يمارس الرياضة. ماذا عن الإدمان على استعمال الحاسوب؟ لا، كمية السكريات والدسم المتناولة متوازنة، يعني ما يتناولش بزاف، يتناول بكميات كافية السكريات والدسم المتناولة. شفتوا، هذه هي الإجابة فقط، إجابة أسهل ما يكون في الوضعية الإدماجية. فهنا يا برك خصنا نقوله من السند والوثيقة، ما همش كاتبين واحد ولا اثنين لأنه كاين وثيقة واحدة، من السند، فنقوله من السند والوثيقة، السلوكات الغذائية التي سمحت لأحمد بالحفاظ على صحة جيدة هي. أعطونا عدد معين، لا قالونا ثلاثة، أعطونا عدد معين يعني قالونا غير ثلاثة. فهنا نقول راتب غذائي متوازن، قلت لكم هذه فقط من التحليل. شوفوا ها، وجبات غذائية رئيسية، أغذية بين الوجبات، ما يكونش أغذية بين الوجبات، معناتها منتظم، هنا راتب غذائي منتظم، ثانيك متوازن لخاطش ياكل كامل الوجبات الغذائية الرئيسية، يعني تقدر تقول متوازن، تقدر تقول منتظم، أنا هنايا بزاف إجابات. ممارسة الرياضة، هذه الثانية، ممارسة الرياضة، وعندنا الثالثة تناول السكريات والدسم بكميات كافية، تناول السكريات والدسم بكميات كافية. بعد قالوا لنا اقترح، لا عن السؤال الثاني، فسر الأعراض التي ظهرت عند كل من سمير وعادل. يعني علاه سمير عنده جسم هزيل وعضلات ضعيفة، وعلاه عادل عنده جسم بدين صعوبة في الحركة. شوفوا نروحوا هنايا للوثيقة، عندنا سمير. سمير شوفوا واش يدير، تناول الوجبات الغذائية الرئيسية، نعم يتناول الوجبات الغذائية الرئيسية. تناول الأغذية بين الوجبات، لا، يعني الغذاء تاعو متوازن. ممارسة الرياضة، نعم يمارس الرياضة تانيك سمير. الإدمان على استعمال الحاسوب، لا. كمية السكريات والدسم المتناولة ناقصة، يعني تناول السكريات والدسم بكميات ناقصة. شوفوا هنا، معناتها فسر الأعراض، شوفوا لتناوله السكريات والدسم بكميات ناقصة، كمية البروتينات المتناولة ناقصة جدا. يمارس الرياضة ما ياكلش بروتينات، يعني قلنا باش واحد يمارس الرياضة ويبني عضل لازمو بروتينات، لازمو، وأصلا هو في إطار النمو بدون ممارسة الرياضة لازمو بروتينات، فما عداك يزيد يمارس الرياضة وياكل بروتينات، البروتينات المتناولة تاعو جدا ناقصة، أكيد غادي يتعرض لجسم هزيل وعضلات ضعيفة. حنا واش قالوا نفسرو لماذا؟ قلنا التفسير هو جواب على السؤال لماذا؟ لماذا جسم سمير هزيل وعضلاته ضعيفة؟ لأنه يتناول، ما يتناولش السكريات والدسم بكميات كافية، ولأنه ما يتناولش البروتينات بكميات كافية، هذا هو السبب. فهنا ينقولوا التفسير، واش حنا يعني نفسرو، جسم سمير هزيل وعضلاته ضعيفة لأنه لا يتناول السكريات والدسم والبروتينات بكميات كافية. بكل بساطة جاوبنا هنايا على سمير، خصنا نجاوبو على عادل. عادل عليه جسم بدين وصعوبة في الحركة، عادل جسم
بدين وصعوبة في الحركة. شوفوا عادل واش يدير، يتناول الوجبات نعم، يتناول أغذية بين الوجبات نعم، معناتها الغذاء تاعو ماهوش منتظم. هذه العبسة اللي غادي نديروها، راتبه الغذائي، لأن راتبه الغذائي غير منتظم، يأكل بين الوجبات. بعد قالوا له ممارسة الرياضة، لا، عدم ممارسة الرياضة، ماشي غير ميمارسش الرياضة، تانيك الإدمان على استعمال الحاسوب، يعني قلة الحركة، عدم ممارسة الرياضة وقلة الحركة. راكم تشوفوا بلي كلش راني ندي فيه من الوثيقة، من الجدول فقط، يعني ماني نجيب حتى معلومة من عندي. كمية السكريات والدهون المتناولة كبيرة جدا، تناول كميات من السكر والدسم كميات كبيرة جدا. ما تقالوا لنا كمية بروتينات متناولة كافية، يعني خلاص بروتينات كافية بزاف، يعني ماشي كلش مسكين ما عندوش ملح. خلاص هنايا رانا جاوبنا على سؤال التفسير، رانا جاوبنا على سؤالين بدون ما نحتاجو ولا معلومة مسبقة ولا معلومة قبلية، برك من الوثيقة. نروحو نجاوبو على السؤال الثالث، تاني غادي نجاوبو عليه من الوثيقة، ومن بعد تجو تقولوا لي بلي الوضعية الإدماجية أستاذة صعيبة في علوم طبيعية. اقترح ثلاث سلوكات سوية تراها مناسبة تجنب البدانة. ثلاث سلوكات سوية حنايا نجيبوها منا، شكون في هادو ثلاثة الجسم تاعو رشيق ونشيط؟ شكون؟ احمد. روحوا نشوفوا احمد واش يدير، واش يدير احمد هو الصح، يعني هو السلوكات الصحية الصحيحة باش نحافظوا على الجسم تاعنا والصحة تاعنا وباش نتجنبوا البدانة. ولا نروحوا نشوفوا شكون اللي الجسم تاعو بدين عادل ونروحوا نديروا عكس شي يدير عادل فقط. نروحوا نشوفوا هنايا انا تناول الوجبات الغذائيه الرئيسيه، قلنا هنايا هنايا شوفوا عادل نعم، يعني الراتب الغذائي غير منتظم، فهنا واش لازم نقولوا؟ راتب تناول راتب غذائي، نجاوب في الورقه احسن، تناول راتب غذائي منتظم منتظم. هذه الاولى. الزوجه واش عندنا؟ ممارسه الرياضه، شوفوا هنايا عادل لا يمارس الرياضه واحمد يمارس الرياضه، احنا قلنا لازم نديرو عكس عادل، فهنا خصنا ممارسه الرياضه. نروح نزيدو البروتينات هنا كافيه كافيه، معناتها ما عندناش مشكله في البروتينات، راه المشكله في السكريات والدسم المتناوله. هنايا احمد يتناول السكريات والدسم بكميات متوازنه فعنده جسم رشيق، وهنايا عادل يتناول السكريات والدسم المتناوله بكميات كبيره جدا وبالتالي عنده بدانه. فهنا الا بغينا نجنبوا البدانه فلازم كميه السكريات تناول، دائما ننسى تناول كميه تناول السكريات عفوا هنايا تناول السكريات والدسم بكميات متوازنة. قولوا لي دروك الإجابات ورانا اللي احتاجيناهم بشكل قبلي، حتى حاجة كلش جاوبناه منا، فقط خصنا هنايا في كل هنايا بينا وهنا في السنة وهنا اقترحنا، فخصنا دايما نكتبوا من السند والوثيقة هكا. تاني كهنا كنجيو نجاوبو من السند والوثيقة، يعني خصنا دايما نقولو من السند والوثيقة، فوالا واش نلاحظو، فوالا واش نفسرو، فوالا واش نقترحو سلوكات. وبهذا نكونو كملنا الموضوع، نتمنى تكونوا استفدتو منه، ونتلاقاو في موضوع آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.